السلام عليكم، مرحبا بكم نازل جياس كاد توجور مع اخبار شبيبه. كيكون العاجل لازم نجيبوكم يا جماعه. اسمعوا مدوار واش قالكم على مقابله كاس السوبر بين الجياس كا والسي ار بي. اسمعوا مليح واش قال. لايك على الفيديو، ابوني في القناه وتركوا لنا تعليق. دوك نولي لكم رابينتو الجدار الحالي لو 1 نوفمبر في ملعب الراقي، باسكو راه يقول لك بالراقي لو 1 نوفمبر يكون ليبري، وهذا الملعب يعني يدشن بحضور رئيس الحكومة أو رئيس الجمهورية في نهائي السوبر سي ار بي جي اس كا. سي تري تري امبورتون، وأنا نلح باش يكون هذا يعني إذا أمكن هذا النهائي في ملعب الراقي. سي مدوار، أنت قلت أنا ألح يا خويا جمهور الشبيبة وربما تاني جمهور سي ار بي هما تاني يلحون باش يديروا لهم نهائي السوبر. يا جماعة حاجة مليحة، بالك يكون تيتر الشبيبة قبائل زيدوا إضافة، حاجة مليحة لأن الشبيبة تحب الألقاب والألقاب يحبون شبيبة قبائل. لذلك هنا نتمنى أنه يكون سوبر كوب في ملعب براقي ودشنوه والله حاجة. المهم سوبر كوب يتلعب في أول نوفمبر، وإن شاء الله يا رب العالمين يكون هذا الإلحاء تاعك في محله إن شاء الله، ولما لا يسمعوا لك إن شاء الله يا رب العالمين. لايك على الفيديو، أبوني في القناة وتركوا لنا تعليق، وإن شاء الله كاش أخبار جديدة راح نكونوا بها. سلام خوتي.